مرحبا بحضراتكم من جديد، يعني نوروني وشرفوني نجمان كبيران الكابتن كبير كابتن محمود صالح، نائب يعني نائب مدير قطاع الناشئين من النادي الاهلي. معلش بقى التايتل كل شويه كابتن محمود، يعني ان شاء الله كده تمسك اعلى المراتب في النادي الاهلي باذن الله. منور ومشرف. الله يخليك، شرف بيك. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. والشياكه الكرافات حلوه قوي بصراحه. بعض مما عندك بصراحه جميله، بعض يعني انا ممكن عندك اطمع فيها بعد الدنيا. تحت امرك. كمان نجم الاهلي السابق ومدير مدرسه كوره بنادي دجله كابتن ابو مجد مصطفى، اهلا بيك كابتن. اهلا بيك كابتن ميدو. منور الدنيا. حبيبي كابتن، عامل ايه؟ وحشني جدا والله كابتن. واستاكوزا ورضا عاملين ايه معاك؟ تمام، جاي لك النهارده. يعني يا كابتن محمود كنت بتكلم قبل ما حضرتك تدخل وانا خايف بصراحه. يعني خايف من حاجات كتير قوي، يعني الناس بيقول لا احنا رايحين ودايما احنا بنروح وبناخد البطولات بره، لكن انا شايف للاسف يعني شايف الموضوع مختلف المره دي، شايف ان مش كله بيزق الفريق كوره، شايف ان في انقسامات، شايف ان في وفي، مش عايز ادخلك في الحته دي، لكن حضرتك شايف الماتش الجاي ازاي؟ وهل قلقان قلق بخوف ولا قلق بثقه ولا شايف الموضوع ازاي؟ هو طبيعي قلق، انت بتخش على مرحله مهمه، مرحله صعبه، بتلعب نهائي فاينل افريقيا، فطبيعي الشعور بيبقى فيه شويه قلق، بس الرياضي اللي هو عنده ثقه في نفسه، اللي عنده خبرات، بيتلاشى القلق ده شويه شويه لحد ما بيخش مع صفاره الحكم، بتكلم على اللعيبه وبدايه اللقاء، لا بيبقى معنوياته بتبقى في السماء، مفيش شك، وثقته في نفسه في السماء، وثقته في زمايله، وثقه المدرب والجهاز الفني في اللاعبين واللاعبين في لا ده الاجواء اللي هي موجوده في النادي الاهلي، يعني كلها ثقه وكلها مش كلمه تفاؤل ما بحبهاش، اقول ثقه، خلينا نقول انا معاك، انا متفق معاك، انا بكلم ثقه دي اللي عنده ثقه بيبقى عايز يشتغل، عارف ان النجاح هيجي بشغل ومجهود. كلمه تفاؤل دي فيها رياحيه شويه. ايوه بالظبط، متفائل ده اللي انا خايف منه. لا لا هو ما لا لا في ثقه بس، وزي ما قلت لحضرتك ده الاجواء اللي احنا اتعودنا عليها، واحنا لو في قلق شويه ما فيش شك القلق عند الوداد المغربي اكبر بكتير. اكيد التاريخ في صالحك والنجوميه كل حاجه كل حاجه بصراحه كل حاجه في صالحك، فده كل ده احنا بنخش بنبدا السابع على يعني في بدايه واحده، مفيش حد سابق التاني، مفيش حاجه، انت رايح تلعب ماتش تخسر وتكسب بالظبط. يعني وموضوع الملعب والجماهير دي اعتقد دي بنسبه كبيره تلاشت من زي زمان، ايام الاهلي لاعب في وسط جماهير، ايام الاهلي لاعب في وسط جماهير اكتر من كده كمان. بالظبط بالظبط، فانت يعني تاريخك وامكانيات لاعبتك وخبراتها واسم النادي الاهلي الكبير نادي القرن، ما فيش شك ده كل عامل ضغط على الفريق اكتر لو في عوامل اخرى ضغط علينا احنا، هي اقل من الضغط الواقع على لاعبي الوداد المغربي. تمام حلو قوي. يعني كابتن محمود كابتن المجد قال خلينا في الثقه، بلاش حته التفاؤل. ايه الفرق بين الثقه والتفاؤل؟ يعني انا كل ثقه ان انا رايح اكسب، انا متفائل قوي ان انا رايح اكسب، في فرق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بس انا اللي هي تحافظ بس على حته الخوف، انا يعني طبيعي ان انا كنادي اهلي لا انا ما بخافش. المواقف دي احنا بنتكلم فيها، هل خوف مع ثقه، ثقه مع تفاؤل، خوف بتفاؤل؟ لا الطبيعي ان انا لازم يبقى عندي تفاؤل وثقه. النادي الاهلي اتعرض للمواقف ديت يمكن اقربها في نفس البطوله موقفين، ترجي والنجم الساحلي، والحمد لله اللعيبه كانت على قد المسؤوليه، ويمكن مباراه النجم الساحلي كانت خارج التوقعات، كل الناس كانت فاكره المباراه صعبه جدا، النادي الاهلي كان ما كانش في حالته في المباراة الأولانية في تونس، كل الناس حست إن لا النجم الساحلي أقوى، النجم الساحلي أحسن، لا هي الفكرة كلها إن النادي الأهلي في المباراة اللي بره ما كانش فايق، ما كانش حالته، بدليل النادي الأهلي لما استرد الثقة بتاعته وبقى عنده الإصرار والعزيمة اللي إحنا متعودين عليها، الموضوع اختلف بشكل كبير جدا في القاهره. ادينا وعملنا مباراه قويه جدا ونتيجه محترمه، وزي ما بقول لحضرتك كابتن يمكن المواقف ديت احنا تعرضنا لها كتير، ولاعيبه النادي الاهلي يمكن انا اتكلمت فيها قبل كده ان واخده على الضغوطات ديت وتعرضت للمواقف ديت اكتر من مليون مره، اي حد لعب في النادي الاهلي وكان موجود بيلعب تحت ضغط البطولة، المواقف الصعبة،
لا يعني بالنسبه لي الموضوع ده بقى عادي جدا في النادي الاهلي. انا النهارده المنظر بتاع الجمهور اللي كان موجود في تمرين مع النادي الاهلي لا يعني انا شخصيا انا عايز الماتش يبقى بكره. يعني لو انا حطيت نفسي مكان اللعيبه، اللعيبه بتتمنى ان الماتش كان يبقى بكره اكيد. لكن انا شايف ان شاء الله باذن الله ربنا باذن الله هي 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 هيوفق اللعيبه، بس احنا محتاجين التوفيق. احنا مشكلتنا كلها بس ان احنا يعني التوفيق كان تكاتف. يعني قبل كده كان الظروف بتبقى، احنا ياما لعبنا ورحنا بطولات وكنت رايح عايز تكسب ومفيش قدامك حلول انك تكسب بس، لكن عارف كنت مسنود على يعني مسنود ومش مقلق. لكن انا بتكلم في حته ان الظروف مش هي. انا مش طبعا الناس طبعا عارفه متاكده يعني ايه اهلي ويعني ايه اسم اهلي ويعني ايه فنة اهلي ويعني ايه فنلة تنزل اساسا ب 11 اي 11 لعيب ممكن تكسب اي حد بالزبط. لكن بتكلم ان احنا لازم كلنا نبقى ورا النادي طبعا، يعني ننسى اي حاجه دلوقتي طبعا، يبقى كلنا في ظهر النادي بس، في ظهر الفرقه بس. احنا يوم السبت يعني يوم السبت. بص يا كابتن، يعني زي ما قلت لك يعني يكفي المنظر بتاع النهارده، كميه الجماهير اللي كانت موجوده النهارده في تمرين النادي الاهلي بصراحه يعني تكفي بقى، وتبعد اي خلافات واي مشاكل واي بالزبط حاجه بالزبط. يمكن ادت رساله قويه جدا لكل المصريين ان احنا فعلا لازم كلنا نبقى ورا النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيلعبش باسم الكيان دلوقتي، لا ده بيلعب باسم دوله بالزبط. بمصر بالزبط. فمهم جدا ان احنا كلنا نبقى ورا النادي الاهلي في مباراه زي كده، مباراه تحدد بطل بطوله افريقيا. يعني يا رب ان شاء الله تبقى رقم 9 ان شاء الله. حاجه جميله طبعا طبعا يا كابتن. فيعني انا شخصيا بالمنظر اللي انا شفته انا مش قلقان يا رب ان شاء الله. يعني كابتن محمود الجمهور قدام حضرتك، الجمهور النهارده راح ملا استاد التتش، الجماهير نزلت الملعب من حبها في اللعيبه طبعا. فطبعا الجهاز الفني خوفا على اللاعبين وخوفا على الجمهور قال لك نلغي المران لا قدر الله يحصل حاجه. هو كان صعب يتم المران، الجماهير بقت في الملعب نفسه، ده غير عدد غفيره وغير اللي بره، والعدد هيزيد مع مرور الوقت بالزبط. لا فطبعا كان مستحيل التدريب يتم في النادي الاهلي بالجزيره. هو اتنقل بقى، يعني احنا طبعا مش عارفين اتنقل فين بالظبط. ف مفيش اتلغى المران يا كابتن، اتلغى نهائي، اتلغى نهائي النهارده للاسف. للاسف مفيش مش مشكله. قد يكون عارف، قد يكون الالغاء المهم ان هو من عشان كده قد يكون الالغاء ده يدي راحه اكتر. مش يعني احيانا الراحه بتبقى اهم من التدريب اكيد طبعا، راحه ايجابيه. احنا يعني كان في لعيبه يعني من خبراتنا برضو، كان في لعيب مثلا يبقى عنده مشكله اصابه بسيطه كده ويغيب مثلا يوم يومين ياخد راحه فيهم، وتلاقيه بقى بيجي كانه عمل استشفاء تمام، وتلاقيه اداؤه بقى احسن من الاول بالزبط. او يعني استعاد فعلا بالزبط. الفورم الرياضيه بتاعته. فمش مشكله، يعني مش عايز الناس ان احنا ان التدريب اتلغى دي تاثر على لا ما تاثرش خالص. انا شايفها في وسط الضغوط ديت وتفكير اللعيبه والضغوط اللي بيتعرضوا عليها، لا ممكن تكون دي تدي يعني استشفاء للعيبه اكتر. اكيد راحه ايجابيه زي ما حضرتك بتقول. يعني نرجع للمباراه السابقه، الاهلي والوداد، واللي انتهت 1-1. شايف ان كان ممكن الاهلي يخلص المباراه من هنا؟ شايف كان في سوء حظ الاهلي؟ شايف ان الوداد فريق تكتيكي؟ رغم ان انا مش مقتنع قوي بموضوع ان عموته بقى تكتيكي من الطراز الفريد، انا شايف ان كان في سوء حظ مش طبيعي نادي الاهلي. شايف طبعا الحكم ماسك لساني عنه بالعافيه والله العظيم. يعني ضربه جزاء يعني لا ما يشوفها. ودايما بنقول يا جماعه تعال لنا احمد يا جمال، تعال لنا، لان احنا 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 اتكلمنا 60,000 مره مع الاتحاد الافريقي وقلنا يا جماعه نبوس ايديكم شوفوا لنا حكام، يعني شوفوا لنا حكام كويسه. يعني ضربه جزاء مش ممكن. يعني قال لك الكابتن جمال الشريف طلع بصراحه اول مره يعني اختلف معاه في رايي، قال لك اصل هو لعب الكوره وبعد كده اصطدم بيه. طب ما كابتن جمال ده في كل دوريات العالم او في كل ماتشات العالم لو اصطدمت باي لعيب في ال 18 حتى بعد ما لعب الكوره في ثواني ما كملش ثانيه ازاره. ضربه جزاء يعني مش ممكن. يعني تغاضى برضه عنها الحكم، وقبل كده في ماتشات يعني ربنا يعني بيطلعنا منها بالعافيه الحكام. هو انتوا عايزين ايه؟ يعني عايزين الاهلي يخسر بطوله بالعافيه؟ ما انا اصل بصراحه مش طريقه يعني. وبعدين مودين بقى حكم هناك بقى اللي هو يعني نمره واحد في الدنيا. طب ما تجيبوا لنا يعني، مش لازم العسكري انا اسف يعني اللي كان بيجري الماتش اللي فات ده وما حدش عارف يتكلم معاه وما حدش عارف ياخد منه حقه ولا باطل وشدد الدنيا وحاجه مش طبيعيه بصراحه. يعني ايه الهدف يعني؟ انا تابعت التحليل طبعا بتاع الكابتن جمال الشريف. هو الالتحام من الاعلى او من اسفل، ما ممكن هنا كده ممكن تبقى ضربه جزاء وهنا ممكن تبقى ضربه. يعني مش معنى كده ان الرجل اللي هي الاعلى هي اللي تبقى هي
اللي عرقلت، لا مش شرط، هي انت بتحلل الحركه. وانا شايف طبعا زي ما اغلب الناس شايفه ان من التحليل الحركي لا، هي ضربه جزاء، المفروض ضربه جزاء. بيقول ان هو شاطه من تحت. طب هو شوطه ازاي من فوق؟ يعني هو شوط رجله ازاي من فوق؟ يعني بص يا كابتن، انا يعني اللي انا اعرفه في قانون الكوره ان اللي بيوصل للكوره الاول بالظبط خلاص بقى هو المستحوذ. بالظبط. فلما تحصل بقى اي احتكاك اي حاجه في صالحي، وده اللي حصل. يعني المفروض ان وليد هو اللي وصل للكره الاول بالظبط وخد الكره الاول، الثاني كمل، فالطبيعي ضرب جزاء. وهو كمان يا ابو مجد لما يجي شوطه هشوطه ازاي من فوق؟ يعني هو يعني ثانيه واحده، هو كان حتى لو هيشوط من تحت، هو الكره مثلا لو انا عايز، انا مدافع وعايز اشيل الكره كابتن تخرج بره ال 18، مش لازم العبها من تحت لفوق، لازم هي نفس الموقف، وتبقى اقوى في رجل المهاجم من تحت لفوق مش بالظبط. بالظبط. انا بصراحه مش عارف يا كابتن احمد، زي برضو زي ما قلت حضرتك برضو موضوع فعلا كان في سوء توفيق الحقيقه. يعني في خمس يمكن فرص مؤكده طبعا، كره ازار والكره بطرد بتاعت مؤمن زكريا والهيد بتاعت اجاي يعني في اكتر من فرصه. يعني حتى التصويبه بتاعت عماد متعب في الاخر انا شايفها فرصه، انا شايفها جون. جول يا كابتن، شفتها جول. جول بصراحه كانت فرصه يعني، معلش يمكن ان شاء الله ربنا التوفيق يكون حليف لينا ان شاء الله في الوداد. ازاي يعني حضرتك شايف الوداد ازاي أنا من الماتش اللي احنا شفناه؟ انا تقييمي الشخصي يعني انا شايف لو يعني عملت مقارنه بين الترجي والنجم الساحلي، انا شايف ان الترجي والنجم الساحلي كان مستوى فني اعلى من الوداد كتير. اعلى من الوداد. وحتى التكتيك بالعكس، هم يعني يمكن التكتيك اللي ما بتلعب انت بزون وهجمات يمكن التكتيك ده بيساعدك حتى كتير انك تقدر تخلق فرص. انا مش شايف لهم فرص مؤكده خالص. يعني التكتل، برغم التكتل احنا خلقنا فرص مؤكده لينا. برغم المساحات بالنسبه لهم حتى في الناحيه العكسيه، التحول من الدفاع للهجوم انا مش شايف ما تخلت لهمش فرص كتيره. يعني انا شايف ان شاء الله في فرق في المستوى، ان شاء الله هيكون في صالحنا باذن الله. يا رب يا رب. يعني برضو يا ابو المجد خليني في المباراه دي، لان المباراه دي مهمه جدا، او هناخد منها نقط اللي هي تفوقنا الماتش الجاي، عارفين هنعمل ايه في الماتش الجاي. الماتش اللي فات كابتن حسام بدري شاف ان اجاي وحش، هو كان وحش فعلا، مش هو اجاي اللي هو المرعب اللي هو ممكن يجيب لك جون في اي ثانيه. لغايه لما الكابتن حسام طلعه ما كانش لسه اجاي احنا شايفينه. تمام. كان بقاؤه ضروري؟ يعني انا رايي اجاي من اللعيبه اللي وجودها في الملعب ممكن حتى لو انا مش فايق ممكن في اي وقت يخطف جول. يخطف جول. عنده عنصر السرعه، عنده عنصر الهدوء في ال 18، في ال 18 الاجهاد للخصم اللي قدامك. شايف متهيألي ان هو يعني وجوده لغايه اخر دقيقه كان ممكن، لكن هي الفكره نقطه مهمه جدا النادي الاهلي في انا رايي ان المباراه ديت احنا ما قدرناش نستغل عنصر مهم جدا اللي هو الجون البدري. طبعا انا ده اللي بتكلم يعني نظره الجون الثاني شل المباراه تماما. بالظبط. كسبت يعني هيفي سكور يعني اللي خلانا نتيجه كبيره. بالظبط. اللي خلانا مباراه النجم الساحلي مشيت بالشكل ده، في التالت اول في الثاني في الثالث، فالدنيا بقت سهله، بقت امتلاك الكوره معاك بقى بشكل كبير جدا. المساحات وسعت، بتقدر اللعيبه بتاعت النادي الاهلي توصل للجون بسهوله. يمكن احنا كسبنا سته وكم من الاجوان ضاع في المباراه دي. يمكن برضو ايه المباراه اللي فاتت يمكن تجيب فرص ومفيش حاجه عليك، بس يا كابتن انت عارف هتعد الفرص اللي هي الاكيده قوي هتلاقيها 2-3، لكن بقيه الفرص برضو محاولات. يعني احنا برضو مشكلتنا ان احنا في المباراه ديت ما كانش عندنا شراسه بالشكل اللي كنا فيه في مباراه النجم الساحلي. هي دي اللي اتكلم فيها كابتن محمود. تمام. اللي هي التفاؤل اللي جالنا بعد مباراه النجم الساحلي ان احنا خلاص البطوله دي بتاعتنا، البطوله دي بتاعتنا. هي مش ده اللي حصل، مش اللعيبه يا كابتن، ده لا مش كلنا الناس. كلنا بالظبط كلنا مش لعيبه بس بالزبط. احنا كلنا كنا كده، حتى الانطباع ده متهيألي كمان وصل للعيبه وللجهاز كمان، ان احنا خلاص يعني السته دولت خلاص. احنا مع ان انا كنت شايف ان السته دولت عملوا يا رب كفايه اربعه، يعني كفايه كده
يعني مش عايزين نجم الوداد بقى يجي، ده الاهلي ده ستة لازم هنيجي ناس 600 وهنموت نفسنا في الملعب. لكن انا عايز برضو التمس العذر، كل العذر للكابتن حسام بدري، يعني فعلا بنته كانت حالتها صعبه جدا، مترو خبطها، عندها كسر في وشها وكسر في جسمها، وحاجه لو مين هيتاثر ذهنيا اكيد ببنته، ده بنته، فكل العذر ليه. لكن ان شاء الله يرجع الكابتن حسام بدري ويرجع الفريق، يعني الاهلي اللي يخوف يا كابتن محمود في المغرب باذن الله. وعقد طبعا لبنت الكابتن حسام بالشفاء العاجل ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله يا رب. يعني برضه يا كابتن اتكلمنا على وليد ازارو، اتكلمنا على فرص الاهلي، اتكلمنا على سوء حظ وليد سليمان، نزل تغييره وطلع تاني تغييره، خسرها الكابتن حسام. مفيش عبد الله السعيد، كان بعيد قوي عن مستواه، وده كان طبيعي او متوقع ان هو جاي بعد اصابه فتره. صالح جمعه كمان مش موجود، حسام عاشور مش موجود، احمد فتحي كان وضعه احسن ولا كنا احمد فتحي زي ما احنا اتكلمنا والكابتن حسام قال لا خلينا في الديفندرين اللي هم ربيعه والسوليه، ولا كنت شايف ان احمد فتحي يبقى في نص الملعب وربيعه يرجع مع طبعا محمد نجيب عمل مباراه هايله، لكن لما تلعب بالفول باور بتاعك شايف الموضوع مختلف؟ سرعات يعني الجول الاول كابتن محمود جه جول لو تفتكروا ابو المجد، الجول الاول جه كان يعني المفروض ان كان محمد نجيب عمل سبرنت على الراجل بسرعه قبل ما يعمل كروس، المفروض ان سعد سمير الراجل جاي له من نص الملعب، حاجه مش مظبوطه في الغالب. اي هدف بيدخل بيبقى فيه تاثير من الناحيه الدفاعيه في الغالب اكيد. زي ما انت قلت لحضرتك محمد نجيب راح ببطء شويه، كان لازم يروح اسرع طالما اللاعب يعني حاجه يعني تكتيكيه بقى، طالما اللاعب ما سيطرش لازم تروح باقصى سرعتك، انما لو سيطر انت تبقى مش هتروح باقصى سرعتك، ده ممكن يعني يروح يعديك بالظبط، انما طالما الكره بينك وبينه لازم تروح، مهم جدا تروح اسرع عشان تضيق المساحه اللي بينك وبينه، وبعد كده تقدر تتعامل معاه، تقفل تستخلص الكره منه، تشتتها، تطلعها اوت، تطلعها كورنر. بس هو فعلا كان محمد نجيب كان لازم يروح اسرع من كده. زي برضو التمركز، احنا لسه كنا بنتكلم قبل التسجيل برضو مع كابتن ابو المجد وزميلنا محمد سعد، يعني المهاجم اول حاجه يعملها لازم يكون متمركز صح، الوضع التشريحي صح، مش لازم اخش في تفاصيل يعني الوقت ما يسمحش، بس دي نقطه مهمه، رؤيتك تبقى صح يعني عشان في النهايه الكره هتبقى بينك وبين المنافس، فلازم يكون انت تمركز صح، لازم يكون رد فعلك اسرع منه عشان توصل الكره قبله. عشان توصل الكره قبله لازم يكون وضع جسمك صح، تمركزك صح، المسافه اللي بينك وبينه تكون مسافه، المسافه بعيده برضو بين سعد مسافه كبيره، لما اتلعبت هو ابتدى يتحرك فبقت رد فعله اسرع منه. بالظبط، هو كان لازم يقرب شويه الياردتين دول بدل الاربعه يارده يخليهم ياردتين. بالظبط، هتبقى اسهل خلاص، المان تو مان داخل لي في ال 18، انا مان تو مان. بالظبط، كانت المسافه المفروض تكون قريبه شويه، وضع التشريح برضه لازم يكون احسن من كده عشان يقدر يبقى في رد فعله اسرع ويقدر يوصل الكوره قبل المهاجم. سعد سمير يا كابتن في ايه مش مظبوط؟ لا هو قل التركيز، انا شايف دي قل التركيز، يعني المفروض انت ال 90 دقيقه سعد مش سعد بتاع السنه اللي فاتت. شوف هقول لحضرتك حاجه، هو لا بتكلم كحاله، اللعيب مش هيبدأ بطول الموسم طبعا بفورمه رياضيه متكامله يعني يقدر يدي اقصى، على الاقل ينزل مثلا بنسب، لكن هو نازل اسبوع وبعد كده بالظبط انما هي ما بتزيد الهبوط في المستوى، الهبوط في الفورمه الرياضيه، في الحاله التدريبيه فتره طويله، لا يبقى اكيد في مشكله. هل المشكله خاصه بالتدريب، خاصه عنده مشاكل خارج التدريب؟ فلازم لو كان في حاجه لازم الموقف ده لازم يتحلل ويشوف ايه الصح اللي احنا ممكن نعمله على اساس اللعيب يرجع للفورمه الرياضيه بتاعته ويرجع للمستوى الحقيقي بتاعه. طيب ناخد سياده السفير اشرف ابراهيم سفير مصر سفيرنا في المغرب، اهلا بيك يا سياده السفير. اهلا بيك يا استاذ محمد، اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيب ومنور قناه الاهلي. منورك الله يخليك، منوره دي. يعني الاول يعني قبل بقى ما ادخل مع حضرتك في التفاصيل وتفاصيل استقبال بعثه الاهلي ازاي والاجواء، قول لي حضرتك تابعت المباراه الاولى بين الاهلي والوداد في مصر؟ الحقيقه انا تابعت المباراه الاولى طبعا، انا كنت موجود في المركز تابعتها يعني اتفرجت عليها محمد زيكم يعني. تمام يعني انا اسف كان صوت حضرتك راح ثانيه كده مني، انا اسف. يعني حضرتك شفت المباراه بشكل لعيب الكوره ومشجع الكوره، حضرتك كنت شايف نقاط ضعف الوداد، قوه ضعف الاهلي او نقاط ضعف الاهلي،
قوه الاهلي قوه الوداد، حضرتك شفت المباراه طلعت منها بنقاط؟ لا هي طبعا يعني طبعا من الواضح ان فريق الوداد عنده دفاع قوي، كان معتمد على خطه دفاعيه عشان يطلع باحسن نتيجه، واعتقد ان هو حتى حقق هدفه يعني من الناحيه الفرديه. الاهلي كان هجومه كبير بس يعني ما قدرش يترجم الكلام بسبب الخطه الدفاعيه اللي حطها الوداد اللي كان بيلعب فيها الوداد. تمام، يعني حضرتك برضو شايف الاجواء المغربيه في الشحن والحشد المعنوي والجماهيري لفريق الوداد شكلها ايه؟ هو طبعا انت عارف يعني فريق الوداد بيلعب في عنده امل طبعا يكسب البطوله، يتعادل المباراه الاولانيه، فعمليه التعبئه والحشد يعني عاوزين يطلعوا باحسن نتيجه ويكسبوا الكاس، وفي عمليه طبعا حشد وتحدي، انما يعني لم تتعدى ان هي مباراه يعني. طبعا في اصوات دايما بيبقى في اي حته بيبقى في اصوات بتبقى شاذه شويه، انما بصفه عامه الاجواء وديه. الاجواء وديه وطبعا عندهم امل كبير يكسبوا البطوله. تمام تمام، يعني ان شاء الله حضرتك مستعدين لاستقبال بعثه الاهلي، والبرنامج شكله هيبقى ايه يا سياده السفير؟ احنا يعني ابتدينا استعداداتنا الحقيقه لاستقبال بعثه الاهلي ثم ما الاهلي تاهل بعد مباراه النجم الساحلي على طول الاهلي تاهل فيها، بدانا استعداداتنا يعني بدايتها كانت التنسيق مع السفاره المغربيه في القاهره لعمليه ترتيب التاشيرات للبعثه وللجماهير. طبعا عملنا اتصالاتنا مع فريق الوداد والبرد ومع الاتحاد المغربي لتامين ان كل حاجه يعني الخطوات والترتيبات تبقى ماشيه في اطارها الطبيعي وان كل الامور تبقى تمام. وطبعا عملنا اتصالات واخرها كان النهارده مع الامن المغربي عشان تامين فرقه الاهلي وجماهيره والصحفيين بحيث ان الامور كلها تطلع يعني بشكل كويس للفريق. تمام، يعني في شخصيات مهمه اعلن عنها ان هي هتبقى في مباراه الاهلي والوداد في النهائي ان شاء الله، حضرتك مين من الشخصيات المهمه اللي ممكن تحضر هذا اللقاء؟ هو بالتاكيد طبعا رئيس الاتحاد الافريقي ده يعني او هيكون موجود، تم توكيك الدعوه فيفا والنهارده سمعت ان هو هيكون موجود. في اسباب تتردد عن طبعا اكيد هيبقى في وزراء مغاربه موجودين، وفي اسباب تتردد عن ان ولي العهد قد يحضر المباراه، ولي عهد المغرب قد يحضر المباراه ان شاء الله. قد يحضر المباراه. هي مفيش تاكيد فيها. مفيش تاكيد، هي لسه بتتردد. يعني المفروض الجماهير الاهلاويه يبقى عددها كام يا سياده السفير؟ احنا من الاول كنا بنتكلم في حدود 1000 يعني ده من الجانبين، 1000 مغربي رحبوا يتفرجوا على المباراه في القاهره و1000 مصري يتفرجوا، انما اعتقد انه ما فيش التزام قوي بالعدد بالنسبه للجماهير، لو جماهير الاهلي كانت عن العدد ده مش هيكون في مشكله، الاخوه المغاربه متعاونين في هذا الامر، ويعني كان الاتفاق معاهم ان الجماهير المصريه تدخل في الباسبورات يعني عشان نتفادى قصه التذاكر وتعقيداتها. فالجمهور المصري هيخش بالباسبورات مخصص مدرج ليهم، طبعا هيبقى في حمايه امنيه ليهم، الامور كلها يعني مترتبه ان شاء الله. طيب حضرتك بقى نطلع من الجو الرسمي نتكلم بقى، حضرتك المشجع المصري متفائل؟ أنا كمشجع مصري متفائل، وكمشجع يعني أي الأهلي دايما كان على قد المسؤولية في كتير يعني في ماتشات كتير بره كسبها وكسب بطولات وهو بيلعب بره تحت ضغط، فلا عندنا كلنا أمل يعني إن شاء الله. يعني أنا بقالي أسبوع في المغرب يعني متفائل وإن شاء الله يعني تبقى بداية مهمتي في المغرب الاحتفال بالأهلي يا رب بيهم ومعاهم ان شاء الله. يا رب يا سياده السفير. شايف ان حسين عموته المدير الفني لفريق الوداد لما خد الفرقه عشان يتمرن بره اجواء جماهيري، ده قرار صائب ولا كان المفروض يستنى الجماهير تشحن هذا الفريق؟ لا اعتقد انه قرار صائب، انت عارف ان لما تيجي تلعب بطوله وكل الشحن المعنوي بالضغط ده يعني اكيد انه بيبقى احسن انك تطلع باللعيبه ده، لان عمليه الشحن طبعا قد تؤثر نفسيا على اللعيبه. وعشان كده اعتقد هو فكر في دي وعشان كده بعد بيكم عن الضغط شحن الجماهير. يا رب ان شاء الله يا سياده السفير نكلمك بعد المباراه تبارك لنا ونبارك لك، يا رب يكون وشك كده ان شاء الله حلو على فريق النادي الاهلي. سياده السفير اشرف ابراهيم سافرنا في المغرب، شكرا جدا لحضرتك.
ايه؟ كنا بنتكلم على مستوى سعد سمير و قلنا الفورمة الرياضية بتاعته المفروض لو الفورمة الرياضية ما عادتش فترة معقولة فترة مناسبة لازم تدرس الحالة ونشوف ايه المشكلة عنده او عنده اي لعيب اخر. انا بتكلم كمان كابتن مجدي ان سعد كان عامل موسم رائع، كنا بنقول هو فعلا احسن مساك ظهر في هذه الفترة او في خلال الدوري كله السنة اللي فاتت، فيعني لا مش سعد، سعد ما كانش يسيب مساحات، سعد كان دايما اهم حاجه فيها يا جماعه ان هو دايما بيهاجم الخصم، يعني دايما بيروح سابق الخصم عشان ياخد منه الكوره، دايما بياخد اللي هو الخطوه الاولى بتاعت الكوره، فايه ايه في حاجه مش مظبوطه فيه شايفها؟ بص يا كابتن، يعني احساس انا كلاعب كوره في الموقف دوت، محمد نجيب اعتمد ان الراجل خلاص اتطرف فهيعمل اوفر، فسعد هياخد الكوره، مفيش حد مكمل. اريحيه بالظبط. تمام؟ نفس الكلام، سعد اعتمد ان خلاص الراجل اتطرف، محمد نجيب قفل عليه، فالاوفر مش هيوصل. حتى لو لاحظت الستارت حتى بتاع الجري، لا ده الراجل جري وحط دماغه وسعد كان لسه بيبدا بالظبط بالظبط ياخد خطوات. فده كابتن، لا يعني ده توكل بقى ايه، الاثنين يعتمدوا على بعض. انا رايي رايي في الكوره دي بالذات، الفكره ان طبيعي كابتن ان بيجي في وقت عليك ممكن تاخد وقت، يعني ممكن كلاعب بيحصل له دروب برضه مع ضغط المباريات، وانت كراجل حتى مدير فني محتاج تريحه، انت مش عارف تريحه، انت عندك برضه مشكله ان انت دلوقتي بقيت تطلع عرامي في نص الملعب عشان عندك مشكله في نص الملعب، عندك لعيبه مصابه في نص الملعب، فانت مش قادر تريح سعد او تخرجه بعيد عن الضغط عشان يبدا يستعيد مستوى تاني. فيمكن برضو هي دي الوقت بس، وضغط المباريات والضغط اللي فيه النادي الاهلي ده اللي مش مخلي برضو سعد يرجع للحاله بتاعته. فمتهيألي دي هتبقى مشكله وقت، مش حاجه ان انت عندك الاساس بتاعه، لا انت عندك سعد لعيب كبير، عنصر مهم جدا في فريق النادي الاهلي، فرق في فترات كبيره جدا مع النادي الاهلي في وجوده، فمتهيألي لا ما فيش مشكله يعني. يا رب يا رب ان شاء الله. يعني عايز اقول لكم على حاجه بمنتهى الامانه، يعني بمنتهى الحياديه، لما عرفت ان الاستاذ احمد طيب هيعلق على المباراه قلت يا انا عارفه بقى الزملكاوي متعصب وهيقعد وهنقعد بقى وربنا يستر على الماتش ده، ويعني يعني قلت بقى انا عارفه، لما يعني عارف الزملكاوي اللي جواه، فبصراحه خلاص بقى انا قاعد مضطر اسمعه بصراحه. لما طلعت حته الزملكاويه وحته الكلام اللي انا بقى الفيدباك اللي انا كنت واخده عنه، كان نفسي لعيبه الاهلي يسمعوه. انا بكلمكم بمنتهى الامانه وبمنتهى الحياديه، انا كان نفسي لعيبه الاهلي يسمعوا الكلام اللي بيقوله احمد الطيب، عمال من اول ماتش يا جماعه الفريق ده هيعمل كذا وهيعمل كذا، كل بصراحه يعني ما انا بقول لكم كنت قبل الماتش عامل ازاي، ولما سمعته ويعني قلت خلاص انا هسمعه واركز معاه، عمال يقول يا جماعه ما تدوش مساحات للكروس من بدري قوي، ما تدوش مساحات للكروس، احنا لازم نضغط مش عارف ايه، واحنا لقيته بيتكلم قلت والله طب حاجه جميله جدا، لقيت كل كلامه يا ازارو الفرصه دي مش ما لقيت فعلا فرصه، فعلا عرفت في الاخر ان هي كانت فرصه ما كانش ينفع تضيع خالص. يا جماعه الدنيا مقفوله من العمق، طب نفتح على الاطراف ونلعب، طب نلف من الدايري، كلمته كلمه الشيخ طه اسماعيل، وقال الشيخ طه اسماعيل يا جماعه ما تسيبوش مساحات، يا نجيب اضغط، يا سعد قابل. بصراحه يعني كلمه حق كان لازم اقولها، لا كلام كان نفسي فعلا لعيبه الاهلي يسمعوها كابتن محمود، مع كان كل تحفظي طبعا قبل المباراه، لكن بصراحه الراجل اتكلم والراجل حسيت ان هو فعلا كان بيتكلم حتى بصيغه الاهلاويه اللي هو احنا، وحتى انا بقول لك انا اول ما سمعت احمد طيب قلت احمد الطيب بقى وزملكاويه بقى والمجد، وانا عارفه بقى عنصري هو ده يعني حقه، لكن يعني ما كانش لازم يعلق على الاهلي بصراحه. انا لما سمعته كابتن محمود لا الموضوع كان مختلف، كلامه كان واقعي جدا جدا جدا. هو طبيعي يعني اكيد في الموقف ده، يعني بتمنى احنا النادي الاهلي بيمثل منتخب مصر، يعني انا مش بتكلم الكلام ده يعني لا 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 انا بقول كلام يعني للامانه بصراحه، لا ده احساس يعني، انما في تنافس ممكن بين فرق وبعضها في كل حته في العالم، انما انا سيبك من قله، في قله انا بتكلم بشكل عام الاحساس العام، الزمالك بيلعب على بطوله لازم نشجعه، والاهلي بيلعب على بطوله دوليه لازم كل جماهير مصر تشجعه مفيش شك. الكابتن احمد طيب بالعكس انا معجبين بيه في تعليق المباراه، وحتى هو في يعني
اشتغل في تحليل المباريات في قنوات كتيره يعني، وكان بيعجبني التحليل بتاعه، وانت يمكن اكدت الكلام ده، انت قلت انك يعني تابعته بتركيز وشاف ان هو تحليله من الناحيه الفنيه كان تحليل كويس، حسه كويس. انا كان نفسي اللعيبه تسمعه. طب رحب بقى بالكابتن ضياء السيد حبيبي. ضياء ازيك يا ضياء؟ الو، اخبارك يا محمود؟ ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. وحشنا ضياء، وحشنا. نجم مصر ونجم النادي الاهلي كابتن ضياء السيد المدير الفني راس الخيمه الاماراتي، منور الدنيا يا كابتن. ربنا يخليك يا ميدو، واسلم على صديق عمري وحبيبي اخويا محمود وخليفه طبعا. كابتن ازي حضرتك يا كابتن؟ اهلا بيك، منور ابو المكتب. ربنا يخليك يا كابتن، وحشني جدا يا كابتن. يعني يا كابتن احنا بنحاول طبعا بنطمن جماهير النادي الاهلي، بنطمنها من خلالكم، من خلال الخبرات، من خلال القامات الكبيره اللي لعبت في ظروف مشابهه واللي قادت كمان النادي الاهلي حتى لو في قطاعات الناشئين. شايف حضرتك الماتش اللي جاي هيبقى شكله ايه، والمفروض الاهلي يعمل ايه؟ لا هو المفروض الاهلي يعمل ايه؟ الاهلي عارف، الاهلي مر بخساره كتير جدا جدا، نهائيات خارج الارض بشكل كبير، واعتقد انه في بعض اللعيبه حضرتها وحسام نفسه حضرها كتير جدا وحقق بطولات خارج الارض كلها معروفه، فالخبرات موجوده والاداء الكويس موجود. انا بشوف النادي الاهلي عامل المباراه الاولى هايله بشكل كبير جدا، والنهائيات دايما بتخلص مع اخر 90 دقيقه الثانيه، فانا يعني ان شاء الله مطمن على حل النادي الاهلي بشكل كويس بشكل كبير جدا. اللعيبه مقدره، اللعيبه فايقه كمان بشكل كويس، فنتمنى التوفيق في بعض الفرص اللي هتجيلنا ان شاء الله. نتمنى التوفيق في التحكيم بشكل كويس، لان ده من ضمن الحاجات اللي بتفيد جدا في المباريات النهائيه، قرار واحد بيفرق بشكل كبير بالظبط. فان شاء الله النادي الاهلي قادر على انه من خلال التجارب السابقه قادر ان شاء الله ان هو يحقق البطوله ويرجع بيها بشكل كبير ان شاء الله، والنسب اعتقد انها متساويه، وبالعكس هم خايفين من خبرات النادي الاهلي اكثر من ان تكون المباراه على ملعبهم. يعني يا كابتن ضياء متخوف من ايه؟ لا يعني اذا كان هيبقى في ده تخوف، انا بتخوف مثلا لما يبقى انت بتلعب مباراه نهائيه، بتمنى انه 95% من اللعيبه اللي موجوده اللي هتبتدي تكون في حالتها تأدي بشكل كويس، لان ده كان موجود في الماتش الاولاني. اتمنى انه لما تكون في فرص يعني تستغل بشكل كويس، لانها فرص النهائيات ما بتتكررش كتير. لازم نبقى حريصين وفي شده البخل في ان احنا نضيع الفرص اللي تجيلنا، والاهم كمان انه ان شاء الله ما يدخلش في مرمانا هدف، ده مهم جدا في تركيز الديفنس مع وسط الملعب مع شريف ان شاء الله. فاتمنى الحاجات دي كلها اي فني بيتمناها، اكيد اكيد يكون بيلعب مباراه نهائيه فاصله بشكل كبير، ولكن حدث بيتحدث عن نفسه بيخلي اللعيبه مقدره كل الظروف ان شاء الله. كابتن ضياء يعني اخر حاجه اسالها لحضرتك، يعني شايف الرباعي الدفاعي ممكن يكون مين؟ والله انا مش شايف انه ممكن يكون في تغيير، لسبب انه ما عندكش وقت. الاول كانت بيبقى في فرق كبير جدا بين الماتش والماتش، انت ما بقى عندكش وقت، لان اللعيبه لعبت مع بعض، نجيب ادى بشكل كويس، سعد جنابه التوفيق في خطوتين، لكن في المجمل كان مؤدي مباراه طيبه. انا بشوف انه الديفنس لازم يكون موجود، طبعا علي اعتقد انه مصاب، هو بره الماتش، بره الماتش خلاص، وحسين رجله في الملعب وحالته كويسه جدا، واعتقد انه حالته كويسه جدا، مش هتحس بفرق ان شاء الله. فانا بشوف انه التغيير يبقى في اضيق الحدود، في حدود الاصابات، في حدود الكروت، لكن ما فيش كروت، في اصابات، التغيير يبقى في اضيق الحدود علشان نفس المجموعه وتجانسها، اعتقد انها ادت مباراه طيبه يعني. يعني كابتن ضياء لو عايز تقول للكابتن حسام بدري نقطه مهمه جدا، ممكن تكون ايه هي النقطه دي؟ لا ما حسام انا لسه كنت بكلمه امبارح، بتمنى له التوفيق وبتمنى له ان شاء الله، انه انا عارف دماغ حسام كويس، انه
انه اللعيبه اللي تكون في ارض الملعب تكون مركزه وموفقه في كل حاجه، لان خد بالك النهائيات جميل وتفاصيل صغيره. اكيد يا كابتن، تفاصيل صغيره. يعني بنتكلم في خطوتين لسهل بالظبط فرقوا في الجول، خطوه لازارو كمان جول، هدوء ازارو انه يجيب الثاني بنبقى 2-0 في 7 دقائق بالظبط. فهي التفاصيل الصغيره دي هي اللي بتعلي وبتكلم دي الفني يبتدي يفكر بشكل عكس المفاجآت اللي بتحصل له من تفاصيل صغيره ما بيأديهاش اللعيب، فبتأدي انك انت يا اما تصاب بهدف يا اما تضيع هدف مهم جدا جدا في مجريات المباراه. فاتمنى انه اعتقد ان حسام بيفكر في ده، بيفكر في انه ان شاء الله ربنا يوفقه ويدير اللقاء بشكل كويس ويكون موفق في تغييراته، لانه اداره الجيم اثناء المباراه مهمة جدا وحسام قادر على ده. أكيد كابتن ضياء، يعني أنا بشكرك جدا على هذه المداخلة والتوضيحات الجميلة. كابتن ضياء السيد نجم الأهلي السابق، شكرا جدا لحضرتك. شكرا، إن شاء الله الأهلي يرجع يا رب يا كابتن، يا رب. شكرا جدا لحضرتك. إيه رأيك؟ كلام منطقي، كلام كويس، متفقين عليه. يعني النادي الأهلي عنده خبرات والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري قادر إن هو يحط التشكيل المناسب للمباراة ويدير المباراة 90 دقيقة بشكل جيد بخبراته وتاريخه، وإن شاء الله يعني احنا كلنا ثقة يعني في الفريق بإذن الله. يا رب. أبو المجد علي معلول غيابه مؤثر، لعيب مؤثر طبعا. حسين السيد هيعوض الغياب ده، هيتفوق على نفسه، هيبقى فيه عندك قلق شوية، الموضوع هيبقى ازاي من وجهة نظرك؟ طبعا كنت تلعب في المكان. يعني بالنسبه لي انا مش قلقان خالص. انا معاك ان وليد، معاك ان علي معلول لعيب مهم جدا، بيعمل الفرق مع النادي الاهلي بشكل كبير. لكن برضو البديل بتاعه انا شايف ان هو بديل قوي. حسين السيد يمكن الفتره الاخيره هو اللي كان بيلعب في الدوري ومفنش بشكل كويس قوي. حسين اتعرض للمواقف دي قبل كده كتير مع النادي الاهلي، فانا ما عنديش مشكله. هيقدر يبقى موجود وهيأدي نفس الدور اللي مطلوب منه. هي بس في نقطه انا برضه عايز اطمن الناس فيها، ان النادي الاهلي عنده شخصيه بره الملعب. يعني في الماتشات اللي هي بتبقى خارج مصر بيبقى عنده شخصيه، خاصه في المواقف دي. لما أكيد تيجي أكيد انت أكيد لما أكيد تيجي انت حتى تشوف كل التجارب اللي جبنا كثير من بره بالظبط اللي كانت لينا، لا هتلاقي معظم زي ما انت بتقول معظم او في بطولتين خدناهم بره. الماتشات اللي كانت حاسمه احنا كسبناها بره. فبالتالي انا النقطه ديت مطمناني. يمكن كابتن ضياء اتكلم في حاجه مهمه كده، انا كابتن محمود، ان هو مهم جدا اللعيبه تبقى في حالتها الاول طبعا قبل طبعاً. حتى الجلب الفني او ان انت تفكر انت ازاي تكسب الماتش، لا انت مهم جدا ان انت يبقى اللعيبه في كامل حالتها وفي المواقف بتاعتها لازم تبقى فايقه وتبقى في حالتها بشكل كبير جدا. يعني انا شايف ان شاء الله باذن الله الدنيا باذن الله هتمشي كويس ان شاء الله في المباراه في المغرب. انا شايف هم المفروض هم اللي عليهم ضغوطات كبيره جدا، بيلعبوا على ملعبهم، الجمهور بيساندهم بشكل كبير جدا، بدليل ان زي ما انت قلت الراجل خدهم واتمرن بره الدار البيضاء فبرضه عشان عارف ان هو في ضغط جماهيري بالظبط، هيبقى عليه ضغط جماهيري. فانا شايف النقطه دي لا في صالحنا، احنا نروح نتعامل مع المباراه زيها زي المباراه اللي قبل كده كابتن محمود، الترجي، النجم الساحلي، يا رب الصفاقسي 2006 مع كابتن حسام برضو بالظبط. كابتن حسام حتى كان موجود في كل التجارب ديت بالظبط، يعني كابتن حسام كان موجود في كل التجارب الصعبه ديت والحمد لله قدر يعديها بشكل كويس. فلا يعني ان شاء الله باذن الله الموضوع باذن الله هيبقى في صالحنا ان شاء الله باذن الله. يا رب يا رب. كابتن محمود سؤال مهم، يعني علي معلول تالق وابدع وتفوق على نفسه خلال المواجهات التونسيه، النجم والترجي، لقينا علي معلول حاجه ما شاء الله قمه مستواه. الماتش اللي فات لا مش علي معلول خالص، كزي ازاق
ازارو برضو العكس بقى، يعني هو علي معلول بيقول لتونس انا علي معلول، انا كنت متوقع ان ازارو يظهر الماتش اللي فات يعني اكتر، عنده دوافعه وعنده هاتريك جايبه، كل الدنيا بقى قالت ازارو ازارو ازارو، لا انا برضو ازارو ما كانش موجود الماتش اللي فات خالص. ما احنا قلنا في سياق الحديث اللعيب اللي هو اكتمال الفورمه الرياضيه عند اللعيب، يعني ناحيه بدنيه وفنيه وخططيه، انا بتكلم من ناحيه معنويات، بتكلم من ناحيه يعني علي معلول انا لما بلعب بكون مثلا محترف وبلعب في مصر لازم بقى اقول انا زي قول معاه ابو المجد لا عمرو مرعي، عمرو مرعي هو بيلعب معاهم قصاد قصاد النادي الاهلي كان شكل برضه رد فعله مش عمرو مرعي، تحس ان هو مش عمرو مرعي، لا عمرو مرعي بتاع مصر مش عمرو مرعي اللي هو محترف. حضرتك انا عارف، انا مش عارف انا عارف اوصل السؤال ولا لا، هرد عليه. يعني حته ان انا هلاعب بلدي ممكن تجيب معايا عكسي، ممكن تجيب معايا ايجابي، سلبي وايجابي. بص انا بختلف بقى في النقطه دي. تحت اي ظرف تمنت رياضي وفي منافسات بينك وبين في منافس امامك، لا لازم تأدي بشكل كويس. انت عندك ثقه في نفسك. انا مش بشكك في الحته دي خالص مطلقا، لان بتكلم انا ممكن تجيب حاجه معايا. لا انا مش بتكلم يا كابتن، يعني اقصد ان هو بيبقى حتى متحفز بيه. بالظبط، يعني علي معلول ان هو يثبت للناس ان هو احسن قدام الفرقه التونسيه، طلع علي معلول تاني خالص، علي معلول تاني خالص غير اللي كنا شايفينه في الدوري، غير اللي احنا شفناه فريق الوداد. لا ازارو لا انا كنت متوقع كده، فهل هو بيجي له حته معنويه؟ هل الموضوع لا دي مشكله عند اللاعب. طبعا انا بقى تحت اي ما يعني مستوى المنافسه او مستوى المنافس اللي قدامي، انا المفروض انا يعني كل تركيز وكل جديه ان انا اوصل ان انا العب في افضل مستوى ليا. بالظبط بالظبط، بصرف النظر عن مين اللي قدامي. بالظبط، حتى لو في التدريب لا لازم تأدي بشكل جدي وانت تثبت وجودك عشان تلعب، تبقى اساسي في الفرقه وتحافظ على مكانك. واذا كنت انت لعيب دولي او لعيب على المستوى المحلي في نادي او لعيب على المستوى الدولي عايز تحافظ على المكان، لا انت التدريب بتاديه بشكل جدي والمباريات الوديه والمباريات الرسميه مع الظروف تتغير، بس انا جديتي واهتمامي وتركيزي ما يتغيرش ما يتغيرش. انما في نقطه اللعيبه اللي احنا في ساق عايز قلناها، اللعيب مش هيبقى طول الموسم كويس، مش كل الماتشات هيأديها باعلى مستوى، طبيعي في فتره بيقل فيها زي ما قلنا وبيرجع تاني. تمام، بس الفتره الهبوط في المستوى دي ما بتبقاش فتره طويله. تمام، ارجع في نقطتين بس عايز اتكلم. اتفضل. موضوع حسين السيد، حسين السيد في ميزه كويسه جدا، يعني يمكن عشان كبير شويه عنكم في السن قديم يعني. طبعا اكيد. لا هو في ميزه في اي وقت هتلاقيه ينزل يبقى عنده ثقه، بيلعب ما بيلعبش راجع من اصابه بقاله فتره. في لعيب لازم ياخد فتره عشان يرجع لمستواه. انا حسين ويشترك. لا حسين كويس، وانا عاجبني حسين في فترات تالق علي معلول. بص اول واحد يروح بيجري عليه بيحضنه. بالظبط، دي كويسه طبعا، وعلي بيروح له، علي بيروح له برضه. بالظبط، دي لو تحللت انت الموقف، هو انسان كويس بيتمنى الفريق يكسب تحت اي ظروف. وفي نقطه كمان، يعني عنده ثقه كبيره جدا في نفسه، يعني مش قاعد وانا ما بلعبش وهلعب وبقيت احتياط، لا هو مش فارقه معاه يلعب او ما يلعبش. بارد كرويا. هو دي ثقه. دي ثقه في النفس. شخصيه البرود الكروي. دي شخصيته. فما تخافش عليه، هيأدي وهيبقى كويس ان شاء الله. النقطه الثانيه بتاعت المدير الفني حبيت اتكلم فيها برضو، ان هو يخرج اللعيبه في مكان تاني، ده انا اتصرفت خاطئ مفيش شك. لان اللعيبه بتاعته تعرف امتى الكلام ده؟ لو اللعيبه عندك خبرات زي النادي الاهلي بقى، خبرات كافيه كبيره سنين طويله بتلعب في بطولات وبتتعرض للمواقف دي، ممكن انا اقلل التوتر شويه ابعد شويه. انما انت لا انت جديد، بالعكس ده نوع من التعود على الضغوط وانك تعدي المرحله دي. شحنوهم. انما انا شايف هو اخطا تغيير، ان هو في التوقيت ده في فرقه ما عندهاش خبرات ان هو يغير مكانه ويبعد عن التواجد الجماهيري، اعتقد ان هو اخطا في التغيير. يا رب يا رب. بقول يعني ان انا حاسس بيه يعني. يا رب يا كابتن يا رب، احنا نفسنا. يا ابو المجد لو عايز تعلق على موضوع برضو علي معلول في لعبه ضد الانديه التونسيه وازاره. لا انا شايف ان في انا بكلم لا ساعات أنا بتيجي بناحيه عكسيه وساعات بتيجي ناحيه ايجابيه، بس ايجابيه زي عمرو مرعي ما شفناهوش في لقائنا بتوعنا. بالعكس انا شايف اللقاء الاولاني اللي كان هناك لا ما كانش مؤثر زي قبل كده، انا اصلا متابعه ما كانش اللي هو عمرو مرعي. خلي بالك هي بتفرق معنويا بس مش اكتر، يعني ببقى عايز اعمل كل حاجه ومن كتر التركيز بتاعي ببقى انا بالصوره اللي هي مش انا. وازارو نفس القصه، انا شفته برده مش ازارو. كمان علي معلول الموضوع كان مختلف تماما، كان مختلف خالص. قول لو تحب تضيف. بس انت لا يعني انت لو عايز تقيس على علي معلول، لا علي معلول عشان بقاله فتره
مع النادي الاهلي ماشي بمستوى ثابت، فده بالنسبه لك انت ده مطمنك حتى لما بتحتاجه في 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 وقت هو ما عندوش مشكله، يعني ما بتحتاجه في وقت او بيبقى عليه حمل. كان عنده اصرار جدا، عجبني جدا في المباراه اللي هو اتسبب مثلا في خطا وجي جون في النادي الاهلي، وبعد كده راح في مباراه الترجي لا وعدل منها، ويمكن كان ليه كان يعني كان ليه عامل ايجابي جدا في المباراه ان احنا النادي الاهلي يكسب، يعني جاب جول وعمل بالظبط. انا شايف ان الموضوع مختلف تماما بينه وبين ازارو. ازارو احنا شايفينه بقاله فتره او من ساعه ما جه مع النادي الاهلي بيضيع حاجات سهله جدا، وشايف ان هي ملهاش علاقه هو بيلعب مع فرق المغرب او فرق مصريه، لا يعني انا شايف ان ازارو بس محتاج وقت يتقل شويه. محتاج مش عارف يعني اللي هي الفورمة الفرويد اللي بيتعود على الاهداف دي لسه ما جاتلوش، يمكن مع انه جاب يعني هاتريك مثالي ما ضيعش ولا فرصه، بس يعني بعديها حتى الاجوان اللي ضيعها احنا شايفينها جوان سهله جدا سهله جدا، يعني قبليها قصدك؟ لا قبليها وبعديها بالظبط، يمكن المباراه اللي فاتت الجول اللي ضيعه سهل جدا، يعني مش فرويد، يعني انا كل اللي انا عايز اعمله خلاص الراجل بقى في ظهري وبقى مواجه والجول نام واحطها بسهوله، لا يعني الحاجات السهله اللي هي بتضيع ديت انا شايف ان دي مشكله دلوقتي، مشكله كبيره ما ينفعش بالظبط. بس يا كابتن انا برضو رايي ان الفرويد اللي بيوصل كتير بيضيع كتير وبيجيب كتير، بيضيع كتير بس هو لسه حته الفورمه بتاعه الاجوان ما جاتش معاه لسه برضو، او الحظ زي ما بيقولوا لسه ما مشيش معاه يا رب. فبنتمنى ان شاء الله يعني في المباراه اللي هناك الموضوع يختلف ان شاء الله يا رب. وانا كان تبسيطا للسؤال، يعني هو لما احنا مثلا بنطلع بره النادي الاهلي ونيجي نلعب النادي الاهلي بتبقى شاحن نفسك قوي، ساعات التركيز ده بيقلب معاك نتيجه عكسيه، انت بتنزل الملعب مش اللي هو، ساعات بيقلب معاك نتيجه ايجابيه بتبقى نازل يعني بتعمل احسن ماتشات بالظبط. فانا ده اللي انا كنت بتكلم فيه، ما هي لازم الحاله النفسيه تبقى في بالظبط في النقطه المثاليه كده، لا تزيد تبقى توتر ولا تقل يبقى في عدم يعني عدم لا مبالاه، لا انت لازم، دي بتختلف من شخصيه لاعب لاخر يعني. دايما اللعيبه الكبيره اللي بتقدر تستمر في الملعب فترات طويله بيبقى عنده الحته دي يا كابتن، ان هو دايما بيوصل للمرحله المثلى في الناحيه النفسيه، الظروف دي بيستغلها ايجابيا ويبقى في حاله نفسيه كويسه، لا تزيد توتره ولا يبقى عنده تقل شويه الاهتمام والتركيز يبقى عنده اللامبالاه لا. وعشان كده اللعيب اللي هو بيبقى في التدريب كده هتلاقي في تعود بقى خلاص شخصيته دي بقت السمه الاساسيه بتاعته، هتلاقيه في الماتش الودي كده وفي الماتش الرسمي كده، فده ده دور ومدربين من الصغر من قطاعات الناشئين بالزبط. ازاي يوصل اللعيب يعوده يبقى في النقطه المثاليه دي بالظبط. يعني ربنا يا رب يكرمنا كابتن محمد ان شاء الله، ان شاء الله ودايما بتنورني وبتشرفني. الله يخليك، انا سعيد ابقى معاك ربنا يخليك كابتن مجد، ربنا يخليك فرصه طيبه ان شاء الله نلتقي قريبا باذن الله. ان شاء الله كابتن مجد نورتني وشرفتني. ربنا يخليك يا ميدو، بس انا عايزك تضحك الوقت انا ان شاء الله خير. انا بقول لك الحاجات ديت النادي الاهلي اتعرض ليها كتير، ما عندناش مشكله، يعني المواقف ديت مرت علينا كتير ومع اجيال، والحمد لله كنا بنثبت ان احنا على قد المسؤوليه. عارف مباراه الترجي هناك انا كنت متاكد وكنت عارف مش ولا في دماغي، لكن انا عارف بيبقى في كده مقدمات كده يا رب، لا بس ان شاء الله، لا ان شاء الله تعدي على خير باذن الله، تعدي على خير باذن الله يا رب، ونبارك لبعض ان شاء الله يا رب ان شاء الله. بيستنوا شرفتوني ربنا يخليك. يعني ده كان اول لقاء، نطلع فاصل عشان نستقبل الاستاذ الناقد الرياضي الاستاذ كمال عامر، فاصل استنوا.